السلام عليكم الخوت، تحياتي لكم. ما عارفين شادين الطريق، ولكن دزنا على ديك غابة برنية. قلنا ضروري نشوفوا واحد النعامة تبانوا لينا، شوفوهم نوريكم حتى الطبيعة اللي عندنا في المغرب. ان النعامة عندنا غير هنا في واحد الغابة في منطقة الزعير. اجيو تشوف خوت، هانتو قربوا عندنا، راهي النعامة كما كتشوفوا معايا، وكاينين الخيول البريه. ها واحد منهم، ها واحد راه تقريبا كاين ليه في الوسط ديال الضايع، وكاملين اللي كاينين عندنا في هذه الغابه في هذه المحميه ديال البرنيه كاملين في هذا اللون هذا كما كتشوفوا فيه، اللون احمر. برقي سليماني، برقي سليماني كما كتشوفوا فيه. هنا عندنا في هذه الغابه ديال البرنيه تقريبا كاين عندنا هنا تقريبا فوق فوق واحد 20 عوده تقريبا، لانهم هما كيخليو العودات كيطلقوهم كي راه يسرحوا في الغابه هنا طبيعيه، ولكن الاولاد راهم كيحافظوا عليهم. ما بالنسبه للنعامات، النعامات راه كاينين تقريبا جوج ديال التاوي اللي كاينين. ها هي وحده كما كتشوفوا معنا، راه هي واخا تقريبا معنا مع الشمس الصوره تبان لكم شويه. ها الو، ها هو واحد العود اخر هو اللي جا. يعني هنا كاين تقريبا واحد ثلاثه ديال المهرات تقريبا، اللي ثلاثه ديال سته ديال العودات عفوا، وكاينين جوج خيول. وعاد محميه برنيه راه معروفه عند الصعيد الوطني اللي من ضمن الغابات ديال المملكه المغربيه اللي داخله في الغابات ديال زعير وغابه معموره. كما كتعرفوا راكم عارفين الغابه اللي هي ديال معموره راه باديه من قنيطره حتى تلاقات مع سيدي حيا، دخلت للغابه ديال الزعير من سيدي حيا حتى بن سليمان، راه كامله غابه وحده اللي فيها الحمد لله بزاف ديال الوحشيه. وما بغينا نقلبوا لكم باش تشوفوا شي حليليف صغير بلدي او شي حلوفه اللي هي كبيره، ولكن لحسن الحظ ما غاديش يبانوا لنا دابا، لانهم كيكونوا غابرين وسط الاعشاب وسط الطحالب هذو اللي كاينين هنا كما كتشوفوا. وربيع تبارك الله، لان هذه غابه هي كتشوفوا فيها محميه يعني دايره بالسلك كامله. تحياتي الفوتوغرافي عبدو، الله يحفظك عبدو جواد فلوغ. انت الخيل جايه من الموسم ديال الميراج، وانت من الخيل هي كما كتشوفوا الناس اللي مشاو للموسم بكل طموح وبكل شجاعه وبكل قلب. وانتم كتشوفوا الاخوان الناس راجعه، لان الموسم تلغى لاسباب ما احنا الان كاين الناس اللي السبب هو الحداد اللي عملنا تضامنا مع الشعب الاماراتي وتعزينا للشعب الاماراتي. ها انتم كتشوفوا الناس اللي جايه بالخيل ديالها راجعين بحالهم، يعني هذا الموسم تلغى يا ربي تلطف، ونتمناو من الله التيسير. وراه باقي المهرجانات، باقي الاقصائيات ان شاء الله ديال مراكش اللي غيبداو الخميس الجاي ان شاء الله، والاقصائيات مكناس كذلك. وباقي كاين واحد الموسم ديال المنزه ديال التبوريده، منزه طريق عين عوده ما بين الرباط طريق عين عوده. وكاين مازال تابعكم الاخوان الموسم ان شاء الله ديال القصبه. دورو شوف في الكاميرا تشوف، وراه نقول لكم شوفوا معنا، يلا تبعوني سير. خيول البرية الأص.
سيدي من حسن الحظ تلاقينا مع جدوعة صغار وغنوريهم لكم دابا. يلا 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 معايا عبدو يلا. عرفتي شنو؟ مفاجأة والله تا زوينة. دري صغار وكلشي غيفرحوا غيفرحوا. طردوقة اجيو اجيو الخوت شوف واحد واحد العودة راهي فينا يا الشيخ. هيا بجدوعة صغار هيا وبجوجة هذاك عاود باهم هادي امهم هادو جدوعة الصغار هادوك راه هما راهي عاودة وعاودة يعني بالعربية تاع عربيت الخيل البلدية البلدية هذا هو اللي كيتسمى فرس بلدي خلوي كنقولوا هنا كنقولوا الخيل ديال الخلاوة اللي كيكبروا غير في الطبيعة كيتزادوا في الطبيعة ما كاين لا طبيب ولا مراقب كيكبروا من عند الله شو تبارك الله شو هذا كاع مقطار تبارك شو الله كاين 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 الغلط سليماني كلهم هاد الماركة اللي كاين هنا كاملة الوان سليماني يعني الالوان السليمانية اللي هي ذهبية وتبارك الله اللهم بارك ومن حسن الحظ كنشكروا الناس ديال اللي كيسهروا على هاد المحمية ديال برنية اللي هي جات ما بين سيدي حيا زعير وسيدي بطاش هاد المحمية ديال برنية الإخوان كنشكروا بزاف الناس اللي حساسين هنا الناس اللي ساهرين الناس اللي مقيمين بهذا الواجب ومهلين في التراث هذا لأن هاد التراث راه ما بقاش عندنا في المغرب راه انقرض راه باقي عندنا غير في هاد المحمية وداكشي ديال النعام الله أعلم لو كانوا مربين شي تمساح واقيلا ما كاينش هنا شي تمساح لا ما كاينش كاين هذيك واحد لانا ها لانا فكرتيني هنا كاين واحد 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 الحيوان اللي هو سميتو لانا اللي هو اللي كيكون بحال الجمل هو قصير وعنقو طويل وكيدفل على الناس عارف شنو كتعرفوه الاخوان داك لانا بحال الجميل بحال الجميل صغير ما عندوش الكعيبيب صغير بحال شي هذا وعنقو طويل وكتلقاه ودني قصيورين بحال شكل ديال الشمس كيكونوا فيه حتى الالوان حتى هو فيه الابيض والكحال في المعلم غيرها وكاين اللي فيه كاع نص بيض ونص كحال بحال شكل ديال العنز وراه تيكون حتى في الحديقه دابا راه ولات يتربى هذوك هما اللي كانوا المعاطف ديالهم كيتباعوا بالاثمنه هي الخياليه كانوا هنا ولكن راه هذه تقريبا مده ديال 4 شهور كنجي انا لهنا مره ما بقاوش كيبانوا لي لان كتبان لي غير النعامه وهاد الخيول البلديه البربريه الاصيله المغربيه اللي من صنع بلادنا والحمد لله قولوا اللهم بارك وما تنساوش ديروا ابوني ودعموا هذه الصفحه هذه وراه ان شاء الله الرحمن الرحيم رحنا غنوليو معاكم غنديوكم بالجوالات ماشي غير من هنايا غنمشيو ان شاء الله لطنجه لوجده المكناس خريبقه شوفوا غنبرعكم غابات وويدان وجبال المكان الخلا غتلقى السرفر كاينه وتحياتي لكم الخوت كان معكم السرفر تي في عثمان وكان معكم كذلك عبدو جواد فلوغ تحياتي لكم ارا نكملوا المشوار ديالنا للطريق يلا تبعوني للماطه يلا هاي تريبلاج يلا بيخو نديروا الطريق السلام ها